وللمزيد من المتابعة في تغطيتنا المستمرة هذه للانتخابات الرئاسية 2024 ينضم إلينا الدكتور محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر. دكتور أمين، بعد التحية، كيف يمكن ترجمة المشاركة في هذه الانتخابات بأنها حفاظ على المصلحة العليا للوطن؟ يعني خليني أقول لحضرتك أنه حالة الوعي اللي موجودة لدى الشعب المصري هو اللي بتخلينا نشوف المشهد اللي احنا يعني رصدناه النهاردة، يمكن في كافة محافظات الدولة المصرية وفي كافة اللجان. حالة الاصطفاف اللي موجودة خلف الدولة المصرية هي دي اللي بتقول لنا أنه في حالة وعي حقيقي لدى المصريين. يمكن المشهد كمان ده بيكمل الصورة بعد المشهد الرائع للمصريين في الخارج، واللي كان البعض بيتوقع انه نسبه او يتحدث عن انه نسبه المشاركه هتكون نسبه ضعيفه جدا. احنا النهارده شايفين اقبال كبير جدا من الناخبين لادراكهم حجم التحديات اللي بتواجهها الدوله المصريه، وعشان كده بنشوف الجميع بيصطف خلف الدوله لاختيار رئيس يقود الدوله خلال الفتره الست سنوات المقبله. هذه الحاله من الوعي لازم نبني عليها بناء يعني جيد، لانه البعض كان يتحدث عن انه الوعي لدى المصريين نتيجه الازمات تاثر بشكل سلبي، ولكن احنا شفنا الصوره مختلفه تماما، وهي دي طبيعه المصريين. المصريين حريصين بشكل كبير جدا على الحفاظ على الدوله، يعني حريصين على الحفاظ على المكتسبات اللي قدروا يحققوها والانجازات اللي قدروا يحققوها خلال الفتره اللي فاتت، وده اللي وضح لنا المشهد اللي احنا كلنا بنشرف بيه النهارده، واللي ما زال يعني لحد دلوقتي. يمكن الهيئه الوطنيه للانتخابات اعلنت ان في ساعه راحه، ولكن احنا شايفين ما زال في الصفوف اللي موجوده قدام اللجان بتنتظر ان هي تدخل للتصويت. الزحام الشديد اللي كان موجود الصبح النهارده، شفنا الشباب المشاركه من الشباب اللي كانوا بجد يعني شيء مشرف، والمراه المصريه طبعا اللي دايما بتكون في المشهد الاساسي داعمه ومسانده للحفاظ على الدوله. اعتقد انه هو ده او هي دي الصوره اللي بتعبر عن المصريين بشكل اساسي. الانتخابات دكتور امين هي مناسبة تزيد فيها معدلات النقاشات السياسية بين أفراد المجتمع، إلى أي مدى ترى أن هذه النقاشات في الشارع المصري ازدادت أثناء فترة الدعاية واليوم أيضا أثناء مسألة الاقتراع والإدلاء بالأصوات؟ يمكن أثناء فترة الدعاية بتكون النقاشات أكثر، لأنه بيبقى في نقاش حول البرامج الانتخابية. احنا عندنا أربع مرشحين، ففي نقاش حول البرامج الانتخابية وانتماءات كل ناخب بيحاول ان هو يستعرض البرنامج الخاص بالمرشح اللي بيرى ان هو الافضل لقيادة الدولة. ودي يعني الحالة دي حالة إيجابية بشكل كبير جدا، لأن الممارسة الديمقراطية الحقيقية بتعتمد في الأساس على أنه يكون في يعني رؤى وفي تبادل لهذه الرؤى، وأنه المواطن يقدر أنه هو يبقى لديه أكثر من خيار، وده بناء ديمقراطي. يمكن النهاردة احنا كمان بنقول أنه مع بداية عملية الاقتراع بنشوف نتائج حالة النقاش السياسي اللي حاصل في الشارع الفترة اللي فاتت. المشهد اللي احنا شفناه النهاردة وإن شاء الله بإذن الله يستكمل معنا خلال اليومين الباقيين من العملية الانتخابية، ده بيورينا ان احنا انتقلنا لمرحلة مهمة جدا من مراحل الممارسة الديمقراطية على أرض الواقع، وبنقدم مشهد مش للمصريين بس في الداخل، انما للعالم كله. بنقول قد ايه الشعب المصري اكثر وعيا، اكثر ادراكا بحجم قضيته وحجم المهمة اللي بيقوم بيها. عشان كده بنقول انه يعني وصول مشاركتك في الانتخابات ده واجب وطني، لانه ده مهم في بناء الدولة المصرية. دكتور محمد، نتحدث الان عن الصورة أو المشهد الإجرائي لما يتم من ممارسة استحقاق دستوري مثل الانتخابات الرئاسية، ربما تابعته بطريقة مباشرة أو من خلال مراسليك الزملاء الصحفيين في مجلة أكتوبر التي تترأس تحريرها. كيف تصف المشهد من حيث الإجراءات ومن حيث التنسيق بين الجهات المختلفة والجهات كل الجهات المعنية على رأسهم
الهيئة الوطنية للانتخابات. يعني خلينا يعني بشكرك، وخلينا اقول ان فعلا يعني بنوجه التحية للهيئة الوطنية للانتخابات على ما تقوم به من متابعة لحظية لكل ما يجري في العملية الانتخابية والمؤتمر الصحفي اللي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات النهاردة صبح لمتابعة اللجان الانتخابية. وكمان يمكن كان نتيجة هذه المتابعة انه تم الدفع بعدد من القضاة والموظفين في اللجان اللي كان فيها زحام شديد جدا لتخفيف حدة الزحام، وده بيورينا المشهد بشكل اساسي. كمان التأكيد على انه يمكن المشهد الانتخابي في خلال الساعات اللي فاتت وفي فترة الانتخابات اللي تمت للمصريين في الخارج لم تشهد اي عملية خروقات للعملية الانتخابية، بالعكس الجميع بيحرص على انه تتم العملية الانتخابية في اطار القانون والاجراءات القانونية اللي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات. انا يمكن كنت يعني في اللجنة اللي ادليت بصوتي فيها، شفت قد ايه حرص الشباب اللي بيساعدوا الاباء دور الشباب الكبار. كان واضحا وما زال واضحا وسيظل مؤثرا وواضحا في هذه العملية الانتخابية. دكتور محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، أنا بشكر حضرتك جدا، تغطيتنا مستمرة مشاهدينا، ولكن إذا كان من حقك أن تحاسب وأن تكاشف وأن تسائل فمن حق الوطن أيضا عليك أن تستغل حقك في المشاركة بصوتك في الانتخابات الرئاسية. تغطيتنا مستمرة.